تواصل لفظي، شو كان عنده؟ أي منا كان عنده هذا التواصل؟ شو التواصل المرئي والتواصل اللفظي، صح؟ تواصل مرئي وتواصل لفظي. ما كتب له رسالة، هو شافه وسلم عليه والحرارة وهي، فالجواب هو ج، تمام؟ هيك. هلا هون شو عم يقول المعلم؟ درس alınlar kendini arasında konuşmayı dikkat ediyordu. Bu durumda beni üzüyor. Üzüyor. فهون شو عم يقول المعلم؟ عم يقول انه لازم هو وعم يشرح الدرس شو لازم يكون؟ لازم انه مين اللي لازم ينتبه عليه؟ للاستاذ الطلاب طبعا. فهون شو عم بيقول؟ اثناء القائه للمحاضره هذا الاستاذ يصرفني انه انا اكون بهذا الموقف اني انا عم بتحدث مع الاخرين، او احيانا اشعر بهذا الحزن. يوكاردكي فيرينان اري ارنك اريتميني كولانن الاتشيمدكي اشادكيلردن هانجيسي. هو شو هو عم يحكي؟ شعر بالحزن. فهون الحالة اللي هو موجود عنده شو هي؟ امباتي او لا سيمباتي ولا امباتي ولا بانديلي ولا ساندلي. طبعا هو الحركات اللي هو ساواها كحالة لنفسيته، فهي شو بدها تكون؟ امباتي. هذا مو امباتي، بانديلي لغته، تمام؟ لغته يعني هو هيك جاء الشعور بالحزن على مين وليش وهي ما عرفنا، تمام؟ السؤال السابع، السؤال السابع شو بيقول عندي؟ أشخاص هانيسي إلي تشيم أولوملو، تمام؟ أولوملو إتكيليان دابرانش ديلدر. أي من هذه ليست من التواصل الإيجابي؟ شفتوا أسئلة بتكون كتير مهمة ولكن كمان سهلة، معنا صعبة، كل هدول اللي احنا أخذناه بالدرس. هلا أول وحدة أونغو يارغو أولوماك، قلنا أونغو يارغو التحيز أو التعصب، إمباتي التعاطف، ديكاتلي الانتباه إني أنا بستمع معه بالانتباه، ولا كبار أولماك إني أنا بتصرف معه بأدب. أي منا اللي ما له علاقة بالأولوملو؟ هاي غلط، تمام؟ فالجواب هلا هون شو عم بيقول لي؟ بهدول الكلمات بهدول المربعات كارا هبار تيز duyulur. Birkaç yarası geçer değil, yara geçmez. Kemal hoş şu an bir eline tatlı değil, yalı yılan diyel ve çıkarı al el kelam el hulu bitayil el hayye min vukra bir azından çıkan bir azıya yığlar. Lazım lihna nistime ile şiye li lihna hakeyna. هلا بنرجع بنعيدها، كراهي بار في تيز ديورور، يعني لازم ما يتم الاستماع لأخبار السوداء، كراهي بار أخبار السوداء بسرعة. قلنا بتشاك يا رص يمر جرح السكين، الجرح جرحي تبع السكين بيلتئم، وجرح اللسان ما بيلتئم، يعني لما نحن بنحكي كلمات أو حدا بيحاكينا كلام سيء إنه هذا الجرح ما بيلتئم، ولكن إذا واحد ذبح تاني بالجرح بيلتحم جلده ولا بيلتحم لسانه. لسان الحلو بيخرج الحية من وكره مثل ما قلت لكم. بير أصدات كان بير أصغيا يلان. لازم نفهم شو اللي عم يطلع من تمك ولحتى تسمعك الآخرين وتتقبل هذا الشيء اللي أنت عم تحكي. يوكاردا كيف أتو سوز لابدن هانجي إنسان لرا أرسندا كورو لاجاك إلي شيك أولومدو ديال إتكيسان أورين ليكليري. هالأمثال اللي موجودة أي منا بتعطينا الأولوملو، تمام؟ أي منا بتعطينا الأولوملو؟ أي منا اللي بتعطينا الأولوملو؟ هاي إنه الكلام الحلو بيطلع الحية من وكرة، هذا أولوملو، تمام؟ هاي هلا السؤال التاسع، هون شو عم بيقول لي؟ أني أني هون عم بيقول لي أني تليفون دا تو كونوسيورسون، يعني أنت حكيت كثير على التليفون. شو صار بعدين؟ دارين anneciğim arkadaşımdan ödev alıyorum. Ödevimi alıyorum. جايين من الأصدقائي بده شو أخذ الوظائف، تمام؟ وظائفي. anne sınıfta dersi disleydin hiç geri kalmazdı. Demek ki ders dinlemiyorsun. تمام؟ يعني هون عم تحكي دارين وإما مع بعضهم. قالت له إنه شوفي
ليش ما أخذتي الوظائف لما كنتي بالدرس؟ يعني انا اول شيء قلت لانك كنت تحكي كثير على الهاتف، وانا راح اخذ واجبي من صديقتي، قالت لها هذا ضروريا، قالت لها لازم انت تستمعي للدرس بالصف، هذا كثير ضروري، انت ما استمعتي للدرس. Derin şu atla hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevler demiştir. Aletle lakad aletle ilme ayyenetni المعلمة في ذلك الوقت. هلا هون يقعدك konuşmada anne hangi iletişim hastanı yapmıştır. Şu el hata yelli irtekbitu el ım fil hitab ma binta. Suçlama elna el zeneb. تمام، لانه كانت بتحكي مع بتحكي على التليفون وتجاوب بنتها من دون ما تنتبه لها. تمام، وهي عم تقول لها انا لازم اخذ وظائفي من رفقاتي، وهي قالت لا لا، ليش ما سمعتي للانسه؟ ليش ما حكيتي مع للانسه؟ يعني فشو هو الذنب يلي ارتكبته الام وهي عم تحكي على التليفون وما انتبهت لبنتها؟ هل اول وحده قلنا الخطا، اثنين قلنا الألايا إتما، ولا الأباك مع المبالغة، ولا الاستهزاء، ولا اليلانس ولا الكذب؟ تمام، شو هو يلي أخذته الأم لأنه ما انتبهت لبنتها؟ صوت شما الذنب. تمام، هي لا كذبتها ولا قالت لها شيء ولا أي شيء، ولكن هي ما عيرت الانتباه أصلا الأم لأنه كانت بتحكي على التليفون فما انتبهت لبنتها. السؤال العاشر، طولنا عليكم بالفيديو ولكن انه حاولنا نشرح هذا التيست بشكل مبسط لانه هذا بيهمني كتير ولازم اكون انا حافظة الدرس بشكل مرتب، لانه حتى احيانا بيجيني كم سؤال منه فلازم اني انا انتبه لهذا الشيء يلي عم نحله. طيب عائشة هانم ديدار جنن كولانيوردو، هي بتستعمل المنصفات للملابس. تمام، بتستعمل منظفات للملابس، وشو كانت تستخدم هذا المنظفه. بعدين بير جون تلفزيون بابي شافت دي شو اسمها دي دارجانن، فشافت على التلفزيون في بي دي دارجانن الجي الي الجي بي ريكلام از ريكلام از دي شافت. Ertesi günü alışveriş için market gittiğini Didarjan runuyordu be. شافت أو قالت والله لروح السوق اشتري من هذا المنظف لبه. ديدارجنن جورجيني دين ميكتران زرار جالما ديريك ب ديدارجنن قالت، وقالت انه هذا ما بضر المنتج يلا لنجربه. يوكاردكي ميتني كاتل إلتشيم أرتشلرنن هانجي özellikleri bahsetmektedir. شو هو أهمية وسائل، ما هي ميزات وسائل الإعلام المذكورة في النص أعلى؟ شو وسائلها؟ İnsanların etmek dediği önemliydi. Yani inno ehemmiyete fi ta'lim. İnsanlara ihtiyaç olmayan öğrendiği aldırmandan. Yani eser av hacetin nas la el-i'lanat. Reklamlarının tükteci üzerindeki etkinlerden. Eser el-i'lanat alel-müstehlik. Ve aynı anda biri fazla insanlara oluş belme üzerinden. Ama القدرة على التواصل أكثر من شخص في نفس الوقت. شو هي شو هم هي لما راحت جابت أهمية التعليم إنسان لرا. تمام، لا برضه إنسان لرا ريكلام 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 لأنه إعلان، فهي شو أخذت إعلان آثار الإعلانات على المستهلك، فالإعلان لما شافت إعلان قالت لروح جربه. في الجواب جاء عندي آخر سؤالين بكون هيك أنا خلصت معكم التيست. ميرت سوريالينين ülkesinde gelmesi istemiyor. Şu hon عم بيقولوا ميرت من اي دوله؟ دوله سوريا. شو عم بيقولوا هون لميرت؟ istemiyordu. Ne işler ve bizim ülkemizde yetsinler kendine. Kendine, pardon, kendini, pardon, ülkelerinin kurtu Rab orada yaşınlar düşüncesi de anacak bir gün Suriye'de deki bir şehre düşün bombaları. Aha.
كلياتنا بنعرف شو في موجود بسوريا، وانه موجود من الحرب وهو هرب من الحرب لانه حياته كان فيها ضرر وكان في انفجارات بالحرب، فبدنا نشوف هو شو قدام لتركيا لما دخل للدولة التركية. فهذا هدف الشيء اللي هن عم يحكوه، ونشوف شو قدام. تمام، منكمل. انا جاك بيجون سوريا دكي شهير ان بوم اورتايا تشكاردي يكم يكم ve insanlara verdiği zararlı televizyon görünce şu şaf bir televizyon görünce fikir tamamdı değiştir. Yani el emert lema cümle bilad u atlak sarahu anqad had u aş u şahed el qanab el iktisakat medinte bi Suriye ve damar lezi sar lezi sebebet el nas ala şaşat el televizyon tegayir aklı tamam. وفهم انه بشكل افضل هو سبب مغادرته لبلاده لحتى ما يموت بطريقه ضعيفه. تمام، انه خلص لما انا شفت القنابل هي خلص لازم اغادر البلد عشان ما اموت بطريقه ضعيفه. حسب هذا النص اي من هذه الجوانب من وسائل الاعلام يتاثر في في ميزات الري. اول وحده عم يقول لي دنيانن هاير هانجي يريندكي انسانلارن دوروم لار الجي الجي بيلجي فيرمسي، يعني توفير المعلومات حول وضع الانسان في اي جزء من العالم ve insanların eğitimlerini, ilgi programlarını yayılarak insan etmesi, tasdif الناس من خلال برامج حول تعليمون birinden çok insan aynı anda ulaşak koymayı olmuş doğması, تكوين الرأي العام من خلال وصول إلى أكثر من شخص وتشيتلي بروجرام لرا إنسان إي فاكيت جيتشيم لرينين صال مصر وضمان قضاء الناس وقتا ممتعا مع البرامج المختلفة. لا هو شو شاف؟ شاف إنه توفير المعلومات، إنه هن وفروا له المعلومات وعرف إنه هون في بومبا حينزل على بيته، فهرب وطلع من سوريا وإجا على تركيا حتى ما يموت بالطريقة الضعيفة. أخذكلاردان هانجي كالت إليتشيم أرتشلرنين أولمسوز، أي من هذه التواصل السلبي يعود إلى أحمد أقول إديف ليرينين إنترنت أرشتراك تمام لمض. أحمد لما دور على وظائفه وما لقاها جي دي تي ار تي اوكول كلنا تشوك فايدة بنيو özlen televizyonlardaki belgisillerine karşı özel bir ilgi var. Demli